اليوم هناك الكثير من المحاولات السلمية في العالم العربي من أجل استخدام الطاقة النووية مصدراً للطاقة والأغراض السلمية من الخليج إلى المحيط. ترغب العديد من الدول العربية في الاعتماد على برنامج للطاقة النووية النظيفة. في عام 2016 أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطة لبناء 16 مفاعلاً للطاقة النووية بحلول عام 2040. وفقاً لأحدث البيانات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل 4 مفاعلات. في بداية عام 2021 وصل المفاعل الأول في محطة البركة في أبو ظبي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بإنتاج 1400 ميجا وات، مما يجعله أكبر مصدر منفرد للطاقة الكهربائية في الإمارات. وقبل ذلك في الثمانينات من القرن الماضي حاولت مصر أن تستعيد برنامجها النووي من أجل إنتاج الكهرباء، وبالفعل بدأت في اختيار عدد من الشركات الخبيرة في اختيار المواقع النووية. أنفقت مصر أكثر من 250 مليون دولار في الأبحاث ودراسات الجدوى، وتم بالفعل الاستقرار على اختيار الضبعة غرب الإسكندرية كموقع للمشروع النووي المصري. ولكن حصلت مفاجأة، وهي انفجار مفاعل تشيرنوبيل في الاتحاد السوفيتي يوم 26 إبريل عام 1986، والذي أدى إلى تهجير السكان وأدى إلى كارثة بيئية ضخمة، مما أثر سلباً على المشروع المصري. في عام 2008 عادت من جديد فكرة إنشاء محطات كهربائية نووية في الضبعة، ولكن وقف رجال الأعمال ضد هذا المشروع لأنهم أرادوا أن يستولوا على أرض المشروع ليحولوها إلى منتجعات سياحية. تجمد المشروع إلى أن عاد للسطح من جديد خلال السنوات الماضية، حيث أعطت الحكومة المصرية الضوء الأخضر للبدء في إنشاء أولى وحدات المحطة النووية بمدينة الضبعة، وهي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر. بالتحديد في عام 2015 وقعت مصر على اتفاقية مع الشركة النووية الروسية روستوم من أجل بناء مفاعل القدرة المائي. ومن المقرر أن تضم المحطة 4 وحدات، كل منها بسعة كهربائية تعادل 1200 ميجا وات. والمؤكد أن العالم العربي شهد خلال السنوات الماضية محاولات جادة من أجل مستقبل الطاقة النووية، والتي ارتبط تاريخها في الشرق الأوسط بأجهزة الاستخبارات وعمليات اغتيالات سرية وتحولات إقليمية شديدة الخطورة.